قبل عامين من الآن أعلن رئيس وزراء العراق تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بعد 3 سنوات قبعت فيها ثاني أكبر المدن العراقية تحت نيران الإرهاب، إلا ما أنها ما زالت حتى الآن يعاني السكان هناك من نقص الخدمات وفي انتظار اكتمال إعادة الإعمار. عامان مر على انتهاء الحملة العسكرية لاستعادة مدينة الموصل العراقية من تنظيم داعش الإرهابي، ولا تزال شوارع المدينة ممتلئة بالركام، فيما يعاني مسجد النور البالغ من العمر 850 عاما من حالة سيئة بعد أن نسفه مقاتل التنظيم أثناء الفرار من المدينة، وهو الأمر الذي ألقى سكان المدينة مسؤوليته على الحكومة. لحد الآن هاي الدولة ايش عملت؟ هاي سنتين احنا بنتحررنا، او سنتين من صار فاتوا الجيش وحرروا المناطق، لحد الان اكو جثث تحت الانقاض، عوائل ودواعش لحد الان موجوده. خلي يجون يشيلوا الانقاض ينظفون يعملوا خدمات بعد. شو اللي صار تغير؟ ورغم مرور 24 شهرا على تحرير المدينه من قبضه التنظيم الارهابي، الا ان سكان الموصل لا يشعرون باي تحسن في الخدمات المقدمه لهم، منتقدين اداء الحكومه معهم، فيما اكدوا تحمل المجتمع المدني والدولي فقط حتى الان مسؤوليه عمليه اعاده اعمار المدينه التي شرد اكثر من 300,000 من سكانها خلال السنوات الماضية. ما تغير أي شيء من الأرض الواقع اللي عايشيه احنا هسه، خاصة المنطقة القديمة. اللي قاموا بالتغيير منظمات المجتمع المدني التابعين للمدنيين، منظمات أجنبية سحبة الماي، أي جهد حكومي لم يذكر. فالتنظيم الذي سيطر على المدينة في 2014 دمر وألحق أضرارا في أكثر من 138 ألف منزل، وتسبب في خروج 4 من الجسور الرئيسية التي تربط بين غرب وشرق المدينة من الخدمة، فيما تتكاتف جهود الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة نحو إعادة إعمار وتأهيل المدينة التي تعاني حاليا من حالة ركود اقتصادي. لا زال الركود الاقتصادي هو مسيطر على الأسواق والحركة التجارية داخل مدينة الموصل. إضافة إلى هذا الموضوع حتى الوضع الخدمي من ناحية الطرق، ناحية الجسور اللي هي عصب شريان الحياة داخل مدينة الموصل، لا تزال 4 جسور خارجة عن الخدمة. المستشفيات حقيقة غير صالحة إطلاقا، لا للاستشفاء ولا للمراجعة الحالات المرضية. الحياة في مدينة الموصل هي حياة رتيبة حقيقة بعد عامين من تحرير الموصل. إلا أنه رغم ذلك ما زال العراقيون يتحدون الإرهاب بإعادة الحياة تدريجيا إلى المدن المحررة، ومنها الموصل التي بدأ يصدح في جنباتها الغناء بدلا من الرصاص، وتقام فيها الأمسيات الترفيهية. مو مسألة خلاص أنه مسألة عمل عسكري وخلاص وانتهى. المسألة مسألة فكر. هذه الأمسيات، هذه الندوات الثقافية العلمية الفنية اللي تقام بكل مكان، بكل خلينا نقول بكل أزقات الموصل، تنعكس فكريا على الفرد الموصلي، وبالتالي هذا راح يصب في خدمة المجتمع وفي خدمة الإنسان الموصلي بصورة خاصة. هذا هو واقع الموصل بعد عامين على تحريرها من الإرهاب، تنتظر أن تمتد إليها يد الحكومة لتزيل عن جنباتها الركام وتعيدها لحلتها التاريخية المعهودة.